حيبة هي من أقدم الأسواق في مدينة العيون، والساكنة العيون تحج الناس الهم من كل فج عميق، وهو السوق القديم والأول والأخير هو الرحيبة. ما يقدر قاج يستغنى عنه الساكنة، من أقدم الأسواق. وما يخص الرحيبة هذه هي كانت هون من 75، هي رحيبة الغنم، وفما تي عادة رحيبة الخضرة، وضريك عادة رحيبة اللباس، وهي السوق الاستراتيجي. ولو يديروا 1000 سوق الرحيبة الناس ما قد تستغنى عنها. وحنا من ساكنة العيون، وهذا سكيكيمة وزنقة الشاوية معروفة لهم، وبصفة عامة ينقال لهم عند شارع أبو كراع هذا كامل الحي، ينقال له حي الزملة الأقدم يقفم. وعنها السوق لله الحمد ديما استراتيجي، والخير ديما فيه، ولو الساكنة ديما تنعم فيه لله الحمد، وهذا هو المراد. السوق الرحيبة قديمة، السوق القديم في العيون ديما يبقى عامر، والخير ديما نكب فيه، وديما تحج الناس فيه مهما كثروا من الاسواق. تبقى الرحيبه هي السوق الاول، وديما تبقى ماشي عام ورا عام، يبقى ديما الحمد لله الخير موجود فيه. وخصوصا في وقت الاعياد هذه بما يسمى عيد الفطر وعيد الاضحى المبارك. الصراحه هون الرحيبه سوق صراحه اللي عليه الاقبال ياسر، وبالاخص في الاعياد وفي جميع المناسبات وفي الويكند بالاخص. يعني هذا السوق عنده ياسر من الطابع الخاص والقديم، يعني عنده واحد اللمسه ديالو في مدينه العيون. والرحيبه كانت تبدلت البيع والشراء ديالها، كانت مزيان ولكن شويه نقصت، نقص شويه الرحيبه البيع والشراء ديالها، كانت شعبيه ودوكا نقصت. الرحيبه يا اخي فاش عايشين هنا الحمد لله السنين هذه كاع، من 82 هنا في الرحيبه، 82 في الرحيبه. مزيان عايش فيها هنا الحمد لله بخير وعلى خير، اللي جاب الله الله يجعل البركه مزيان. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.